طول بعد الاستقلال متبقى البيت النار. بورقيبة ما استناش برشا وقدم روحه محرر المرأة. كل ما يتجبد موضوع حرية النساء في تونس يبقى بورقيبة هو البطل والسلطان اللي خلى المرأة التونسية راسها عالي. المرأة هذه تحريرها قدت مجازفة مني أنا، أنها كانت مكبلة بقيود وكان الفساد ذاك متفشيا خفية تحت ستار السفساري والعصابة ذهب فازات كما تنحيت السفساري للنساء في الشارع وفهم مجلة الأحوال الشخصية. وقتها يا جان كان نعمل تكحيل على الوضع متاع النساء في بلدان جيراننا تو نفهموا اللي نحن طرنا عليهم برشا وقطعنا الرباط. زعم قبل حبيب لما كانت مجينة أمور النضال في تونس على حقوق النساء، وبالحق الفرج للنساء التوانسة جاء على يديه ولا جاء يلقى الجو مخدوم والترين انطلق. ويقولوا لك هذا عسل، يقولوا لك هذا عسل، تلقاه صحنه ريسه الله يعيش النساء. في العشرينات في باريس وقت اللي عمك الحبيب راكش في السربان يقرا باش يولي محامي، النساء التوانسة سيدي جام قايدينها، والبيوت في المدينة العربي ما عادش قبورات للنساء، ولات بلايص يتناقشوا فيهم على الحقوق. وقتها مصر قايدة زاد على حقوق النساء. هيك علاش لهنا في تونس منوبية الورتاني قالت اش ناقصنا نحن، لازم نصدموا ونقلعوا حقوقنا بيدنا. وبطبيعة الساترة كانوا جايبينها مصلين ويعرفوا رب وما يحبوش الشيء هذا. ومشات منوبية في العفس، كركروها وخونوها وفما حتى شكون كفرها. تي هي توحيدة بشيخ باش تولي أول طبيبة في تونس. وقت اللي خذيت الباك ما حركت لهم حتى شعر. لهنا يا جان لي فيمينيست التوانسة قراوها بالحبس وعرفوا اللي الروس مربطة والعركة باش تطوي. برا يا زمان ويجا يا زمان الحبيب بورقيبة ولا محامي وروح لتونس ولا يتحرك مع الدساترة. عاد وتات مرة حضر في لما فيها حبيبة المنشاري فيمينيست مكنترة الحجاب وتحكي على حقوق النساء، والحبيب بورقيبة وقتها ما كانش موافقها برشا على خاطر قال لها راهو مش وقته. كيفاش الحكاية هي سي الحبيبة؟ جات هذه مدام منشاري بتحس منا جات تشكى وتتبكى وحالة المرأة وفي حالة وكذا بتحس ونحات هاك السفساري نتاعها. أنا خذت الكلمة. الحجاب لا محالة هو حاجة ماهيش لطيفة، لكن جزء من الشخصية التونسية وعليه يلزمنا توا نتمسكوا بجميع مظاهر الشخصية هذه بتاع حسن، ولو نكونوا فاسدة بتاع حسن باش نحافظوا على الكيان متاعنا على الشخصيه. ايواش اللي نفهموه حتى التوا انه بورقيبه يرى اللي حقوق النساء مش وقتها في العشرينات والاولويه المقاومه للاستعمار، واللي فيمينيست كيما منوبيه الورتاني وحبيبه المنشاري قالوا له يا عم الحبيب رايك هذا ما يلزمناش وتعرف وين تحطه. من الاخر سكرنا العشرينات بكلاش والنساء توانسه يحبوا على الحريه التعليم والمساواه. افكار سيدي جا سي طاهر الحداد باش ياخذهم من عند النساء هذم وباش يطورهم في كتاب امراتنا في الشريعه والمجتمع. اي يا صاحبي الطهوره ما جاب شيء جديد، هيا يجيش البالك من بعد باش يتقسموا لموفمون فيمينيست في تونس، وبشيره بن مراد باش تعمل لو ام اف تي الاتحاد الاسلامي لنساء تونس، جمعيه كان فيها نساء من العيال يعاونوا نساء الفقراء ويوعيهم اما ما يجبدوش على السلطه والسياسه والباقي جملة. ومن بين النساء اللي يحركم على الجماعة هذم نلقوا وسيلة بن عمار اللي من وقتها رامي عينين على بورقيب. أما هذه حكاية تو نرجعوا لها من بعد. معناها يا جان اللي فيمينيست التوانسة من العشرينات قعدوا أكثر من 20 سنة يخدموا في خدمة كبيرة باش يوعيوا النساء بحقوقهم اللي فاكها الاستعمار. العركة هذه عمك الحبيب بورقيبة كان عاطيها بالتلف مشنحها مع الدساترة القدم ولاهي يعمل في حزبه جديد. وقتها العالم قاعد يتبدل وهتلر زعك الناس الكل والطش باش يوصل لنا صاحبي. الألمان باش يولوا موجودين بيناتنا بعد ما قلبوا الطاولة على الفرنسيس. وكما تعرف عشيري مع النازية والفاشية لا فما لا سياسة ولا السبسي. السياسيين التوانسة كانوا مرهوجين يلموا في رواحهم ويحاولوا يفهموا اللي صار، وكانكم على السي الحبيب مرة في الحبس ومرة في المنف. أما اللي فيمينيست بالخبرة اللي عندهم العشرينات كانوا فاهمين الطرح، وبرشا منهم كيما جلاديس عدى مثلا دخلوا في المقاومة ضد الألمان. وفما نساء توانسة كانوا يتسفسروا باش ما يوقفهمش الحاك ويتعداوا باش يعديوا المعلومات للمناضلين. في منزل بورقيبة كان فما ريزون تاع مقاومة ضد الألمان، واللي فيمينيست التوانسة برشا منهم باش يمشيوا معاهم باش يبقاو حتى اللي تخسر ألمانيا الحرب عام 1943. هذه المرأة التي حملت تحت لباسها التقليدي السفساري حملت السلاح إلى الجبال، حملت الرسائل، كانت تمر بالليل لتمرر الرسائل إلى غير ذلك، تتعاون مع الرجل، تحمل له المؤونة حتى يستطيع أن يصمد إلى غير ذلك.
وكانك تتبع فيا مليح يا جان، حكيت لك بكرة على وسيلة بورقيبة اللي كانت تحرك مع الـ UMFT وتوعي في نساب حقوق. بعد ما يخرجوا الألمان من تونس، وسيلة باش تقابل بورقيبة اللي كانت ديما تسمع عليه، ونهارتها الحب وتذبيل العينين عاطي مسد، وكانت مستعدة تعمل أي حاجة على خاطر. وسيلة باش تستعمل خيوطها ومعارفها، وباش تعمل لوبيينج باش تدز مع بورقيبة اللي كان ناوي يزعك الباي ويعمل الجمهورية. ومادامنا نحكيو على الجمهورية والاستقلال، معناها الدنيا جايفة، وفرنسا فهمت اللعبة وفهمت اللي توانسة تحلوا في الطرح، والموفمون فيمينيست من جهتهم قواه الضرب. الـ UMFT مثلا اللي حكينا عليه صاحبي ما عادش يوكل خبز. راضي حداد ونبيها بن عبد الله باش يمشيوا للـ UFT، اتحاد النساء التوانسة، وباش نوليو نشوفوا نساء توانسة يعبروا على رايهم في الشارع ويحتجوا ضد الاستعمار، والمتسيسات اللي فيهم باش يوليو يحضروا في مؤتمرات متاع الاحزاب كيما مؤتمر الحزب الشيوعي عام 1944. تي سوزانا بيتا وشريفة السعداوي باش يمشيوا لبرلين وباش يحضروا في مؤتمر غادي. الموفمون فيمينيست في تونس باش يزيد يقوى وباش تتطور الامور، ونشوفوا اول جراف في القروان يعملوه لتيسراند عام 1948. يا جون حط في مخك اللي الحكايه تظهر عاديه تو، اما وقتها المراه كي تضحك برك كينها كفره. المهم وقت اللي قرب الاستقلال، الفيمينيست التوانسه باش يولوا يحاربوا مع بعضهم على حق التصويت اللي باش ياخذوه عام 1957. اما يا عشيري، كان فما حاجه نجمو نخرجوا بها من اللي حكيناه الكل، هو انه بورقيبه ما جاب شيء جديد، ونساء تونس من العشرينات يتحركوا ويعملوا في السياسه واللي تحب عليه الكل. صحيح بورقيبه عفت الحكام المنطقه الكل وعمل مجله الاحوال الشخصيه بعد الاستقلال، اما ما تنساش يا برو اللي هو قال نحارب فرنسا قبل، وبعديك نحكيوا على حقوق النساء. ونساء اللي كبش وشدوا صحيح ما نلقوهمش في كتب التاريخ وما يتحكاش عليهم في الميديا. نحكيوا على تيجانيه طرابلسي، شريفه السعداوي، ولا حبيبه المنشاري اللي كانت اشجع برشا من بورقيبه، وظهر لي بنتها ليلى المنشاري تنجم تحكي عليها خير مني. ما مير بورتي لو فوال اي سي اون دي بروميير فام تونيزيان ا سيتر ديفوالي اوا كيتي لو فوال.